قد ايه حلوه كورونا بتشوف هيفا بالبيجاما؟ ولا بتعرف ماما طلعت ست طيبه ما بتعرف عليا قبل الكوارنتين. سو هلا تعرفتوا على بعض اكثر؟ حبيتها كثير، صرت صار عندي وقت معها، بقول له شخصيتها كثير حلوه. طب خلينا نتابع نحن وياك هيفا الفيديو يلي عم تعملي فيها سبور انت والوالده، ومن بعده دغري رح نكمل حديثنا.